هذا دا رئيس روسيا فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات انتقامية في حال تأبيب شركات روسية في الغرب. بوتين وخلال كلمة ألقاها في اجتماع حكومي عقد لبحث المسائل المتعلقة بمجمع الصناعات الزراعية والغذائية في روسيا، وصف التأميم المحتمل لوصول روسية في الخارج بالسلاح ذي الحدين، وذلك في عقاب إعلان ألمانيا تأميم فرع لمجموعة غازبروم الروسية العملاقة. الوضع في قطاع الطاقة يتدهور نتيجة الإجراءات الوقحة غير السوقية، بما في ذلك الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الأوروبية. نشهد محاولة أخرى من جانب شركائنا لتحويل أخطائهم في مجال الاقتصاد والطاقة إلى روسيا وحل القضايا والمشاكل الناشئة في هذا الصدد مرة أخرى على حسابنا. سيف ذو حدين، لذلك سوف نذهب بعيدا. لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذا سلاح ذو حدين.